السيد رضا البوزيدي من حقه قانونا ودستوريا أنه يكون عنده دفاع. قلب على الدفاع ديالو راه تاليه راه عنده دفاع. ما نبقاوش نلصقوا في المؤسسة ولا نلصقوا في شي حد ولا كيف كيقول واحد السيد بالليل كنسمع سميتو ديالو راه المحامين ضامنوا إلى شي واحد تيعلق فمو. أنا تنقول لكم بأنه لو أنه تعرض عليا أنا شخصيا بالقناعة ديالي نقدر نوب عليه أو نأزرو. الأستاذ العالمي هو شرح لكم أنه ما تينوبش عليه دابا، كان كينوب عليه في المسطرة سابقة لقناعات أخرى اللي هي كتخصو هو. فإلا واحد مجموعة ديال الزملاء ضامنوا على أنهم ما ينوبوش عليه، الزملاء أخرين ممكن ينوبوا، ما نديروش لنا شي حاجة ما كايناش ونعطيو الموضوع أكثر من الحجم ديالو. الموضوع تيتعلق بشخص خرق القانون عنده حق الدفاع. حنا كنوبوا على اللي قتل، كنوبوا على اللي سرق، كنوبوا على اللي زور. فكذلك ومثل حتى ولو خرق هذا السيد سب على حسب ما تيقولوا سب مؤسسة نظم القانون، راه مؤسسة نظم القانون سواء تكون محامون او يكونوا شرطة تعرى عليهم او فراه السيد وكيل الملك المحترم سطر لي واحد المتابعة وراه غادي يتقال فيها اللي غادي يتقال فيها وغادي ياخذ فيها العقوبة ديالته ولا تبتت بانه راه دار عن قصد وهذا، وان كان راه الظاهر راه هو هذا. فهذا ما تيمنعش على انه يكون الى جانبه انا او غيري. علاش؟ لانه هذاك اللي غادي يكون الى جانبه راه غادي يعطيه الدرس بان احنا ناس الحقوق ما تندخلوش عباد الله الحبس بقدر ما كنضمنوا الحقوق لعباد الله. انا ملزم كيف قالت فاطمه الزهراء مشكوره قبيله الى واحد معاير مع طبيب وجلس قدام هذاك الطبيب واش ما يفتح ليش الا كان حاله خاصه يقول لي لا راه عيرتين ما هذا لا نبدي اليمين باش نأدي الواجب ديالنا كنأدي الواجب ديالنا الى اخر رمض. وعندنا ثقه بانه الى تبعنا القانون المسائل ديال الديونتولوجي او ديال الاعراف والعادات هي فوق كل شيء، ولكن ما كيجي الدستور فوق من كل شيء. لما كيجيو الاعراف تيجيو سميتو الحقوق الكونيه اللي هي حق الدفاع وداك الشيء راه انت ملزم دير هذيك الازمه. المساعده القضائيه كيف قلت لكم كاينه اما في الجنايات وهذه قانونيه وضروريه، واما في فسميتو في المسائل المدنيه كي السيد الوكيل العام كيتصل تيتعرض عليه ميل كيتصل في الحاله ديال سميتو الى ثبت، وهذا ما كاينش في الواقعه ديال رضا البوزيدي. الى ثبت بان حتى واحد ما باغي ينوب خلي اللي كيتشعب مو قالت خالته قالت الى ثبت فراه كيجي ديك الساعه السيد الوكيل العام كيتلامس في السيد الناقب، السيد الناقب تيقول واحد سير هذا غير هو راه حقه في الدفاع مكفول خلافا لما يروج. للاسف عن علم ولا عن غير علم بعض الزملاء تيبقاو هذا. انا تنقول للزملاء بالخصوص ارجعوا للفصل 20 شوفوا امتى خص النقيب يعطي الاذن ولا ما يعطيش في هذه القضيه. ما تيعطيش النقيب الاذن وما كيعارضش شي حد الا بغينا.